هذه أبرز عناوينه. ياسر العطا يؤكد قدرة القوات المسلحة على دحر ميليشيا التمرد الإرهابية. آدم هارون من الفاو يجدد العزم على تطهير البلاد من دنس التمرد. في اليوم الأول من أيام التشريق الحجاج يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى. أهلا بكم. هنأ عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا، هنأ قادة منطقة أم درمان العسكرية بوحداتها المختلفة، كلية القادة والأركان والأكاديمية العسكرية وجميع الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، مشيدا بتضحيات ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين في الذود عن حياض الوطن. غابت منطقة أم درمان العسكرية من كلية القادة والأركان الأكاديمية العسكرية الشرق والجسارة في سلاح الموسيقى ودانا دانا وكل دانا اللي تعرف مكانا مدفعية نار والشرار ورهيب النار بعد الشؤون الإدارية جامعة كلمي السلاح الطبي إخوتي في القطاعات المختلفة لمنطقة أم درمان العسكرية إخوتي أبطال وجواسر العمل الخاص أبناء العسكرية إخوتي في تايلر جميعكم دون فرز لكم التحية أرسل لكم تحية وتهنئة أخي الكريم القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة أخوكم عبد الفتاح البرهان وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين غائزا ضابطا ضابط صف وجندي باسل ومستنفر والمقاومة الشعبية وكل أبطال أم درمان من الكور إلى كرر الجسارة والصمود. وأكد العطا أن القوات المسلحة قادرة على دحر ميليشيا الدجلو الإرهابية مشيرا لوحدة القيادة العليا للقوات المسلحة لحسم معركة الكرامة وتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني للمحاكمة العادلة. عهدا علينا ما تسمعوا كلام الميديا كلام الشرو أي دور عنده رؤية عنده شنو ما عارف تفاوض عنده نقاط عنده شنو يبله ويشرب ويبه باختصار والله باختصار يبلها ويشرب ويبه نحن يا اخواننا كقياده للدوله كقياده للجيش يد واحده متماسكين متناغمين هدفنا السلام لارضنا السلام بدحر واستسلام الجنجويد السلام بعرض الشتات يرجعوا لدولهم التي اتوا منها السلام يزيد بمحاكمه كل من اجرم كل من اغتصب كل من باع بنات هذا الوطن كل من سرق كل من نهب كل من اذل كل من اهان فردا من افراد الشعب السوداني يقدم بمحاكمه عادله. أشاد الفريق ركن آدم هارون المشرف على قطاع محور الشرق العملياتي أشاد بجهود حكومة وإنسان القضارف في تقديم الدعم وقوافل الإسناد للقوات المسلحة وهي تقود معركة الكرامة لدحر ميليشيا الدجلو الإرهابية مجددا العزم على تطهير كل شبر من أرض الوطن. ظلت المنطقة العسكرية الشرقية بمحلية الفاو بولاية القضارف
وما زالت إحدى القلاع العسكرية الاستراتيجية التي ترسم الخطط وتوجه الأجهزة الأمنية بكافة انتماءاتها سدا للثغور وصدا لأي عدوان يستهدف أمن ومقدرات البلاد. أردد دوما منذ اندلاع هذه الحرب وهم كانوا السند والعضد واليد اليمنى التي اتكأنا عليها وسندتنا به. ولكم الشكر والتقدير، هذه خصلة خيرة جُبل عليها أهل القضارف. فولاية القضارف ظلت مستقرة بفضل قادة بواسل وجنود مشاعل ودعوا الراحة والدعاء، فالأيام جميعها عندهم استدعاء، والعيد عندهم يوما من أيام الله السبعة لا تميز فيه ولا جديد. الفرح لديهم مقرون بالنصر، والعيدية عندهم تقدم في محور القتال ضد ماليشيا آل دقلو الإرهابية. فنحن والله سعيدين بهذه الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغن بلاد من هذا الكابوس قريب إن شاء الله. الله أكبر. أنتم السند وأنتم العدد، وإن شاء الله نحن مطمئنين طالما أنتم خلف القوات المسلحة. المقاومة الشعبية ظلت رائدة بقادتها ومستنفريها، جاءوا من ولايات عديدة يسبقهم حماس وتدفعهم عزيمة للثأر لرد الظلم وتحقيق الانتصار. محلية الفاو وقيادة المنطقة والناس يستبشرون خيرا بكل المجاهدين فيها المعركة التي دارت قبل أيام والتي تمكنت فيها قواتنا الباسلة في هذه المنطقة وبإسناد المقاومين الشعبيين من تلقين العدو الدرس الكبير وأجبرته على الفرار. والقضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن هنأ أهل السودان والولاية بقدوم عيد الفداء، معلنا أن القضارف ستظل عصية وأبية ومغبرة لكل من يحاول انتهاكها. الحمد لله يعني نحن يعني قضارف دي آمنة تماما بفضل يعني مجهود بفضل الله وبفضل مجهودات يعني القوات المسلحة والقوات الشرطية والأمنية والمستنفرين ولجان المقاومة اللي هي بتقوم تماما قوات المقاومة الشعبية، وأيضا حدودنا تماما مع ولاية الجزيرة مؤمنة وقواتنا هناك مرابطة تماما وهي الآن بتقوم بعملات. ويطل عيد الفداء والأكف ترفع داعية بأن يحفظ الله البلاد وأهلها ويعود السودان أكثر أمنا واستقرارا. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. هذا وقدمت قيادات القوات المسلحة وقيادات هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات العامة والمستنفرين بالخطوط الأمامية لمتحرك المحور الشرقي، قدموا عبر كاميرا تلفزيون السودان تهاني العيد، مبشرين الشعب السوداني بنصر قريب يعيد للسودان عزته وكرامته. الإخوة المستنفرين وكل القوات المسلحة، وإن شاء الله يعني يكون عيد خير ورحمة وبركة إن شاء الله، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونحن بإذن الله تعالى في اللحظات الأخيرة في الترتيب النهائي للنصر بإذن الله تعالى. والحمد لله اليوم في سياحة بتاعت عيدية نحو الخطوط الأمامية لقواتنا اللي هي الآن مرابطة، وهي تتكون من القوات المسلحة وأبنان المستنفرين، وهم الآن الحمد لله ثابتين كسبات الفاو أهل الفاو وجبال الفاو المحيطة بهم بالقوات التي وجدناها عالية المعنويات ومصممة على النصر ومصممة على دحر العدو، ورجال يعني ما شاء الله يسر البال، يعني حقيقة حقيقة يا هدى العيد الحقيقي مع الرجال في الخطوط الأمامية، ودي السعادة والله. كان لزاما على الجميع أن ندافع عن الأعراض وعن الأرض وعن الدين، فالدفاع عن النفس وعن الدين وعن الوطن واجب. إن شاء الله نحن لن يهدأ لنا بالا حتى نحرر كل شبر من هذا الوطن العزيز، ونبدأ إن شاء الله بولاية الجزيرة بإذن الله عز وجل.
في الأيام القادمة بإذن الله. جينا نبارك وجينا نهني وجينا ننقل شكر وتقدير وعرفان مواطني ولاية القضارف على هذا الجهد الكبير. مناسبة عيد الأضحى المبارك، وأطمن أهلنا بالمدينة أربعة، نقول لهم أولادكم في الكتيبة الاستراتيجية في أتم الصحة والعافية والبلد أمان وسلام والحمد لله. هنأت القوى الشعبية للدفاع عن النفس بإقليم دارفور، هنأت القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك والانتصارات التي حققتها على الميليشيا المتمردة بمدينة الفاشر. وقال المنسق العام للقوى الشعبية عبد الرحمن نور، قال إن الانتصار جاء بعزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية، الأمر الذي جسد شعار جيش واحد شعب واحد، فيما عبرت المكونات الأهلية عن فرحتها بالانتصارات مؤكدين وقوفهم خلف القوات المسلحة لحسم التمرد، مدينين الانتهاكات التي قامت بها الميليشيا من تدمير للبنية التحتية والمنازل وقصف المواطنين بالأسلحة الثقيلة. أهني شعب السوداني بحلول عيد الأضحى المبارك، هذا علينا وعليكم باليمن والبركات. وحدة القوى الشعبية للدفاع عن النفس القوات الخشن الآن منتشرة في كل الولايات في دارفور وبما فيهم ولاية شمال دارفور الفاشر، وهم الآن في الصفوف الأمامية شاركوا في كل المعارك اللي حصلت في حاضرة ولاية شمال دارفور، وقدموا أرطال من الشهداء وقدموا أرطال من الجرحى، والآن يعملون في قطاع الشمال في المعارك التي حصلت في يوم الأمس، كل من أوروري ووادي أمبار وما يسمى وادي بري وكل المراكز الشمالية، هم قدموا شاركوا المعارك، والآن موجودين أكثر من 5000 في قطاع الشمال، وحتى حاليا الآن في المعارك. ربما في حديث هذا الآن الزناد شغال في الزرق، وإن شاء الله النصر قريب. نحن بنحني الشعب القوات المسلحة بالانتصارات الذي جرت في الفاشر منذ أكثر من كم 40 يوم أو كم 30 يوم، فنحني كل الشعب السوداني إن شاء الله بمناسبة العيد الأضحى المبارك. إن شاء الله المنطقة يكون خالية من أي مرتزق، خالية من كل جبان في هذه المنطقة. كل عام بالنسبة لمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله. العيد ده بيصلى وهنا خالي من التمرد، وهنا يكون في تعد الرايات والحرية والانتصارات إن شاء الله. ونتمنى بعد العيد أن تكون في انتصارات كبيرة على النصر البويندا هنا في الفاشر وفي كل المواقع، ممكن القوات تنتشر في كل المواقع إلى القواعد الشعبية، تهنئهم بالانتصارات إن شاء الله. وبعد اليوم إن شاء الله لا يكون وجود لأي مرتزق والجود لأي جنجويد ولأي دعم متمرد أنه يكون يتقدم أي جزء من الناس في هذا البلد إن شاء الله. أكد المكلف بمهام والي ولاية وسط دارفور الشرطي حسين بخيت يوسف، أكد دعم حكومته للقوات المسلحة والقوات المشتركة وتقديم كل ما يلزم لدحر ميليشيات الدجل الإرهابية، وذلك لدى مخاطبة الجنود المتخرجين التابعين للفرقة 21 مشاة زالينجي الذين تخرجوا بمدينة رباك بولاية للأبيض. وقدم الوالي التهاني للمتخرجين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وانتصارات القوات المسلحة في المحاور كافة، وأكد المتخرجون جاهزيتهم للمشاركة في المتحركات المتجهة إلى مناطق العمليات المختلفة لتطهير البلاد من دنس الميليشيا المتمردة. خاطب العميد ركن دكتور عمر حسن قائد قوات متحرك الصياد بإدارية ودعشانة ريفي محلية مروابة بولاية شمال كردفان، خاطب قوات المتحرك من القوات المسلحة والمستنفرين وجمعا من المواطنين بحضور اللواء معاش محمد آدم، مشيرا إلى أن خطة المتحرك تمضي وفق ما خطط له،
داعيا المواطنين بالعودة إلى مناطقهم بعد أن بسطت القوات المسلحة سيطرتها على كافة مناطق إدارية ودعشانة، مشيدا بتلاحم مواطني الإدارية مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة العزة والكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. أخوانا الناس معانا دين مشارك حتى معانا وصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في اليوم الأول لأيام التشريق وسط اهتمام كبير من البعثة الإدارية لحج العام 1445 هجرية بكل سهولة ويسر وحسب الخطة الموضوعة لتفويج الحجاج لأداء المناسك. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بصورة طيبة وهم مستقرون بمشعر منى لمواصلة شعيرة رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد أن بدأوها بجمرة العقبة الكبرى وهي الأقرب لمكة. الحمد لله نحن حجاج السودانيين رمينا الجمرة الأولى والثانية إن شاء الله بكرة الجمرة الثالثة إن شاء الله بإذن الله، ونشكر مكتب حجاج السودان الحمد لله قاموا بالواجب وما قصروا أصلا في أي شيء في الطعام في السكن في أي شيء الحمد لله والترحيل الحمد لله والحجاج كلهم بخير. ربنا يرجعهم بالسلامة إن شاء الله جزاكم الله خير. شكرا تلفزيون السودان. وقد أوصت السلطات السعودية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وأوصت الحجاج بالالتزام بخطة التفويج لرمي الجمرات والبقاء داخل أماكن إقامتهم خلال فترة النهار خوفا من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. نهنئ الشعب السوداني بحلول عيد الأضحى المبارك ونتمنى للسودان الاستقرار والأمن. نحن الحجاج السودانيين الحمد لله أكملنا الجمرتين فتبقى لنا جمرة أخرى والحمد لله البعثة لم تقصر في حق الحجاج السودانيين وأدوا واجبهم على أكمل حال الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. يرمي المسلمون الجمرات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذلالا وإهانة للشيطان. هذه الحشود الراجلة جاءت من كل فج عميق ملبية نداء سيدنا إبراهيم وهي في اليوم الثالث لرمي الجمرات وتبقى يوم أخير لرمي الجمرات. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. جدد سفير دولة الكويت في السودان دكتور فهد مشاري الظفيري جدد التأكيد على دعم بلاده للسودان خاصة في فترة الحرب مشيرا إلى أن رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية مستمرة وذلك في إطار العلاقات الأزلية بين الدولتين مشيرا إلى تنفيذ مشروع توزيع الأضاحي بمخيمات النازحين في بور السودان بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر السوداني بمبلغ 100,000 دولار للأسر المتأثرة بالحرب. توزيع الأضاحي لحوالي 1500 عائلة في خلال يومين، والشيء الإيجابي فيه إن عملية جلب الأضاحي وذبحها وصلخها حيكون في مخيمات الإخوان النازحين في بور السودان. هذه الخطوة أولى على طريق تعاون آخر حيكون إن شاء الله بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر السوداني في بعض المشاريع الخدمية اللي تعود بالنفع على الشعب السوداني. أنا حبيت أن ننوه أن هذه التجربة الأولى تجربة الأضاحي وتوزيعها في السودان إن شاء الله راح يتبعها مشاريع أخرى إلى ولايات أخرى. الآن بدأنا فقط في بور السودان لكن أكيد حيتبعها مشروع آخر إن شاء الله قريب بعد العيد إن شاء الله. ضمن برنامج ولاية الخرطوم لعيد الأضحى المبارك استهدفت حكومة الولاية شريحة المعاقين كواحدة من الشرائح المتأثرة بالحرب. وبمدينة الفتح غربي كرري التقى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة بحشد من المعاقين مؤكدا اهتمام حكومته بقضايا شريحة المعاقين.
نقلة نوعية لبرنامج ولاية الخرطوم لعيد الأضحى المبارك، استهدفت شريحة المعاقين كواحدة من الشرائح التي ألحقت بها الحرب أضرار كبيرة، أفقدت أغلبهم الدعم الرسمي والطوعي، وبرزت حاجة ماسة للوقوف على أحوالهم. وبحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني، وبمبادرة من والي الخرطوم، احتشد اليوم بمدينة الفتح غربي كرري أكثر من 700 معاق تلبية لدعوة الوالي للاستماع إلى قضاياهم والتفاكر حول حصرهم بعد أن تفرقت بهم السبل. رئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة قال إن اتحاده يسعى إلى جمع شملهم والتعرف على الاحتياجات وتحويلهم إلى قطاع منتج. إن عودة المعوقين للأجهزة التعويضية وده المهم يا سيد الوالي، البعنينا أن إحنا في حوجة لكراسي متحركة، مشايات، عصي، كرسي متحرك بنوعين من التصنيع بتاعه، محتاجين لكل الأجهزة التعويضية إن شاء الله. مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريدي قال إن هذا الاحتفال يجيء في إطار اهتمام والي الخرطوم بالفئات التي تأثرت بالحرب، وعلى رأسهم المعاقين كشريحة تحتاج إلى رعاية خاصة وأولوية في تقديم الدعم. دار أقول لكم والله مبروك، ما عملتوا أي حاجة إلا أنكم تستقبلوا الوالي الاستقبال لي، الرسالة وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى. مطالبكم البسيطة في حياتي طلبتوها من المفوض، في حياتي طلبتوها مني أنا، في حياتي من المدير التنفيذي، إحنا كلنا شغالين مع الزول قاعد قدامكم ده. والي الخرطوم أكد أن الحرب أثرت على أغلب بيوت المواطنين، وتوزع ما بين شهيد وجريح ومأسور وفقيد ومحاصر، وأضاف نعلم معاناة الخرطوم التي كانت تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين يعيش فيها ما يقرب 15 مليون كانوا آمنين يعيشون بسلام، إلى أن جاءت الميليشيا الإرهابية فقتلت واغتصبت وشردت ونهبت. أي زول قاعد فيكم هنا متضرر، في ناس فقدوا محلات عملهم، الأسواق اتسرقت واتنهبت، الناس كتلوهم جوا البيوت، النساء الحرائر السودانيات الشريفات كثير منهم اعتدوا عليهم، ضربوهم، اغتصبوا، عملوا أي حاجة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وأنا بحيي أخواننا حكومة ولاية الخرطوم كلهم، ونحيي حتى أخونا صديق مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، في ظل الظروف بتاعت الحرب أن إحنا موجودين، وزارة التنمية الاجتماعية تعمل برامج، وهذا البرنامج اليوم برنامج مميز لأنه مع ناس مميزين، نحن الأشخاص ذوي الإعاقة ناس مميزين، وناس هم ناس كرام وصبروا على ابتلاء البلد وللابتلاء الخاص، ربنا ابتلاهم في أجسامهم، ابتلاهم في أعضاهم، لكن صابرين، ولازم نحن نقدم لهم الخدمة ونعين. وحي الوالي كل قطاعات المعاقين في عيد الأضحى، معلنا عن تخصيص دعم لكل المعاقين الذين تم حصرهم لأن إعاقتهم لا تمكنهم من العمل، وسنجتهد في توفير الوسائل التعويضية لهم. وشهد الاحتفال توزيع لحوم الأضاحي للمعاقين. وفي سياق متصل، قام والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ضمن برنامج زيارته الاجتماعية بتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك إلى الأجهزة الشرطية والأمنية التي تعمل في التأمين وحماية الدفاعات الأمامية. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة في زيارته لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم وهيئة أمن الولاية لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك لقيادات وأفراد الجهازين. والي الخرطوم خلال اللقاء قال نحن هامتنا للشعب الأبي لصبره وتحمله كل الصعاب، وقال بأن الشرطة كانت وستظل في المقدمة رغم الاستهداف الممنهج لأفرادها ومقارها وآلياتها، غير أنها تصدت بشراسة للميليشيا في أم درمان، والشرطة الآن منتشرة في أم درمان، وتم فتح العديد من مراكز الشرطة من أجل بسط الأمن والاستقرار. منذ الشرارة الأولى الشرطة موجودة سواء كان في القيادة العامة أو في مواقعها المختلفة، بالرغم من الاستهداف الكبير الذي أعلنته منذ الساعات الأولى هذه الميليشيات، استهدفت مغار الشرطة
وظلت تستهدفها، وكانت تنادي بأن تبعد الشرطة بنفسها عن هذه الحرب، ولكن الشرطة فصيل وطني متقدم وظل موجود خلال هذه المعركة. مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين جدد العهد بأن الشرطة ستكون عونا وسندا لمعركة الكرامة وحماية الظهرية وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والتخطيط لعمل كبير في مقبل الأيام. ستكون على وعدها وعهدها بأن تكون سندا وعونا وعضدا لكل منظومة العمل في معركة الكرامة، إسنادا لقواتنا المسلحة ويعني حماية ظهرها وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين إن شاء الله في كل ربوع هذه الولاية. نحن نجدد شكرنا لك على حضورك وهذه المعايدة التي رفعت كثير من روح المعنويات بتاعت الناس. اللواء أمن أمبيغا أكد أن والي الخرطوم موجود معهم وفي كل الأوقات وفي ظل ظروف عصيبة، وقدم أنموذجا في صمود ولاة الأمر، وأضاف أن قوات جهاز المخابرات موجودة في كل الدفاعات الأمامية، وظلنا نعمل مع الشرطة عبر طوف مشترك في بسط الأمن والأمان والطمأنينة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه نحن مع إخواننا في الشرطة منذ يعني أن اندلعت هذه الشرارة كنا يد بيد وكتف بكتف نؤمن هذه البقعة الطيبة المباركة من ولاية الخرطوم عبر طوف مشترك أسهموا فيه أخواننا ديل، كان على مستوى الشرطة ولا على مستوى جهاز المخابرات ولا على مستوى القوات المسلحة، في أنه يرسي كثير من الأمن والأمان والطمأنينة لأهلنا في هذه المحلية. إلى ذلك والخرطوم قطع بأن الترتيبات الإدارية الجديدة لجهاز المخابرات أصبحت نتائجها الإيجابية الظاهرة في تنفيذ أوامر الطوارئ، خاصة الطواف المشترك الذي كشف الكثير من الخلايا النائمة وضبط الكثير من الأسلحة. مرحلة القادمة لأنه يكون في انفتاح على بقية في بقية محاور القتال، ومتوقع توسع الرقعة الآمنة خاصة مثل ما حدث في أحياء أم نورمان القديمة وجزء من أم بدة، وإن شاء الله متوقع إن شاء الله قريبا يكون في انفتاح على بقية المحليات. زيارة والي الخرطوم لرئاسة الشرطة وهيئة أمن الولاية جاءت لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك لقيادات وأفراد الجهازين والوقوف على سير الأداء خلال عطلة العيد. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. تشن المدير التنفيذي لمحلية أم بدة أبو القاسم آدم الطاهر دشن برنامج فرحة العيد بتوزيع لحوم الأضاحي لوافدي أم بدة بمحلية كرري المتأثرين بالحرب لعدد 1600 أسرة مقدمة من المنظمة التركية. وثمن المدير التنفيذي جهود تركيا حكومة وشعبا والمنظمات والمانحين والخيرين في تقديم العون والمساعدة ووقوفها مع أهل السودان، كما حيى بهذه المناسبة أدوار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين ودورهم البطولي في الدفاع عن حياد الوطن ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. دشن والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير دشن مشروع الأضاحي بدور الإيواء للنازحين بالولاية المقدم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للمتأثرين بالحرب. العيد في مراكز الإيواء له طعم مختلف، ولكن رغم المآسي والأحزان والبعد عن الديار إلا أن الأفراح تسربت لوجدان هؤلاء، حيث تدشين مشروع الأضاحي للوافدين وإدخال الفرحة على صغارهم، ويترك لكبارهم اجترار ذكريات من الماضي القريب قبل أن تغدر بهم مليشيا الدعم السريع المتمردة وتشردهم إلى هذه المواقع. يمكن ان احنا اليوم في تدشين مشروع الاضاحي واللي هي ضحيتك شعيره واطعام،
ويمكن المشروع ده بإشراف وتمويل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت وتنفيذ منظمة صندوق إعانة المرضى الكويتي. ممكن نحن مستهدفين بالأضاحي دي جزء كبير من مراكز الإيواء وما كلها يكون جزء كبير منها. كلكم طيبين وإن شاء الله القادم في بيوتكم والقادم السودان كله على 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 أروع ما يكون وعلى أحسن ما كان. مفوض العون الإنساني بولاية الجزيرة أسعد السر حيا في كلمته الجهات الداعمة وقال إن المفوضية تواصل عملها بجد لتوزيع المعونات على مراكز الإيواء. المشروع بيستهدف كل المراكز الإيواء إن شاء الله في محليتي الملاقل والغرشي، ويستهدف إدخال فرحة في أخواننا الوافدين الذين فقدوا مأواهم ونزحوا إلى مراكز الإيواء. والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير قدم تهاني العيد للنازحين مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتجاوز محنة النزوح وعودة النازحين إلى ديارهم في القريب العاجل. رغم المحن اللي تمر بها ولاية الجزيرة إلا أن هذه الهدية من دولة الكويت الشقيقة بتمثل يعني يمكن عمل طيب بتقدمه لأخواننا في ولاية الجزيرة. نحن والله شاكرين ومقدرين لأخواننا اللي قدموا لنا هذا العمل الطيب الكبير المبارك. العديد من الأسر قدمت الشكر للحكومة والجهات الداعمة وأكدت على ضرورة العودة للديار لمزاولة نشاطهم في الزراعة والرعي والصناعة والمهن الأخرى، داعين لاجتثاث مليشيا الدقل الإرهابية التي كانت سببا في نزوحهم. يوسف عوض الجيد، تلفزيون السودان، مدينة المناقل. نفذت المبادرة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة برنامج تقديم أضاحي العيد إلى متحركات وارتكازات القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين بمنطقة كرر العسكرية، مما جسد التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ميليشيا الدقل الإرهابية. نيابة عن متحركات منطقة كرري، نشكر المبادرة من المواطنين دعمهم للقوات المسلحة المتمثل في هذا الدعم السخي، العجول والنياق دعما للقوات المسلحة ووقوف خلف قيادة الجيش حتى يتم الاستقرار للبلد. ونخص بالشكر أخونا الباشمهندس محمد فقير وأخونا النقيب مهندس محمد سليمان على هذا الجهد، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم وميزان حسنات الجميع. كل عام وأنتم بخير للشعب السوداني، كل عام وأنتم بخير للقوات الشعب المسلحة، وهنا تحت شعار جيش واحد شعب واحد، وبدعم مبادرة دعم القوات المسلحة المتمثلة في الباشمهندس محمد عوض فقيري تحت شعار من جهز غازيا فقد غزا، الحمد لله رب العالمين. اليوم تم دعم عدد من المتحركات في منطقة وادي سيدنا العسكرية ومنطقة أم درمان العسكرية، الحمد لله رب العالمين، بعدد من الأضاحي متمثلة في عجول ومتمثلة في خراف، الحمد لله رب العالمين. وهذه هي مساهماتكم منكم وإليكم، من الشعب إلى الجيش، شعب واحد جيش واحد. نظر الله عز وجل أن يمن علينا باليمن والبركات والأمن والأمان والسلامة والإيمان يا رب العالمين، وأن يجمعنا في العيد القادم وكل الناس تامين وسالمين والأمين بإذن الله. زار والي ولاية سنين الأبيض عمر الخليفة عبد الله برفقة لجنة أمن الولاية، زاروا مراكز الإيواء بمحلية ربك ووقفوا على أحوال الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب. واطمأن الخليفة على سير مشروع الأضحية لمراكز الإيواء المقدم من حكومة الولاية وديوان الزكاة بالولاية وعدد من المنظمات. جهود استباقية مبكرة بذلتها حكومة ولاية النيل الأبيض من أجل إدخال الفرحة خلال عيد الأضحى المبارك على ضيوف الولاية الوافدين إليها من الولايات المتأثرة بالحرب، حيث كونت حكومة الولاية لجنة عليا لتوفير الأضحية لمراكز الإيواء وارتكازات القوات المسلحة والمستشفيات العاملة بمحليات الولاية المختلفة
وعملت اللجنة بتنسيق تام مع كافة الأجهزة ذات الصلة، مما أسهم في توفير الأضحية لكافة مراكز الإيواء بالولاية. وضبحنا الثور وقسمناه، والحمد لله كل فرد من هذه المدرسة أخذ نصيبه. والله يجونا وزعوا للمرضى ظروف، ربنا يجزيهم خير، ناس ديوان الزكاة، واقفين على حال البلد، واقفين على المرضى. وناس الزكاة ما قصروا، جابوا لنا والله الأضحية، ونسونا يعني إنه جزء من مشاكلنا، يعني حسسونا بأن نحن في 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 بيوتنا يعني. المجهودات التي بذلتها أجهزة الولاية قابلتها إسهامات أخرى للعديد من المنظمات والخيرين من أبناء بحر أبيض. والأسرة المستهدفة من هذا المشروع هم المجتمع المحلي، الأسرة المتعففة من المجتمع المحلي، وأيضا الأسرة الوافدة من الولايات المتأثرة من ويلات هذه الحرب. والغرض من المشروع والهدف منه هو تعظيم شعيرة عيد الأضحية والاحتفاء بها. ديوان الزكاة هو الآخر أسهم بإسهامات مقدرة من خلال توفير الأضحية والدعم النقدي لجرحى العمليات والعاملين بالمستشفيات. بفضل الله قد نفذنا حتى ليلة البارحة توصيل 282 من العجول وتوصيل 36 من الخرفان، وهذه غطت كل مراكز الإيواء في مدينتي كوستي وربك، وغطت المؤسسات والارتكازات التي مناط بنا وفق مخطط اللجنة العليا أن نغطيها. كذلك يعني برنامج لم يتوقف هنا، إنما تم تنفيذ برامج بواسطة محليات الولاية التسعة المنتشرة في كل أرجاء الولاية لصالح الناس. تلك الجهود المشتركة بين حكومة الولاية وديوان الزكاة والمنظمات والخيرين من أهل بحر أبيض جسدت معاني التراحم والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. حيا والي الولاية الشمالية عبدين عوض الله مجهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، وهم يقومون بتضحيات كبيرة من أجل صون تراب هذا الوطن والتصدي للمؤامرات وما تحيكه قوى الشر. وترحم الوالي على شهداء الوطن من العسكريين والمدنيين، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأن يفك الله أسر المأسورين. هذا وقد قام والي الولاية وأعضاء حكومته بتفقد الجرحى بالمستشفى العسكري ومعايدتهم، كما قاموا بمعايدة المرضى بمستشفى دنقل التخصصي ومستشفى الشرطة ومركز أحمد قاسم للإيواء، وتفقد الارتكازات إلى جانب زيارة سجن دنقل. لكن نتمنى إن شاء الله الناس تطلع بيقين، تطلع بإيمانيات، وتطلع بإنها ترجع لأسرها وترجع للوطن ده محتاج لها. والله والله الوطن ده محتاج لكم، الشباب ديل أسركم محتاجة لكم، الوطن محتاج لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن بنقدر كل شيء، ويمكن في عيد رمضان الحمد لله اخواننا في ديوان الزكاة بذلوا مجهود كبير انه بعض الناس طلعوهم، وجهاز القضاء كذلك له دور، وكذلك حتكون المجهودات دي مستمرة ان شاء الله، لانكم انتم جزء لا يتجزأ مننا. ما معناه السجين منبوذ ابدا، والله السجين مر بظروف محددة، عشان كده يا اخواننا احنا حاسين بها، وكلنا جينا نعيد لكم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والاخ المدير التنفيذي لمحلية دنقلة وكل الوفد ده نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة الجاي لما نجي نعيد هنا نلقى السجن ده ما فيه يزول. قام والي البحر الاحمر المكلف اللواء ركني معاش مصطفى محمد نور بتقديم تهاني عيد الاضحى المبارك لقائد منطقة البحر الاحمر العسكرية اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد وضباط صف جنود القوات المسلحة، وذلك بنادي الضباط. كما قدم التهاني لمدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وضباط صف وجنود جهاز الأمن والمخابرات العامة بمبنى الجهاز، كما قدم التهاني لمدير شرطة ولاية البحر الأحمر وضباط صف وجنود قوات الشرطة بدار الشرطة.
باسم قيادة منطقة البحر الأحمر غايد وضباط وضباط صف وجنود الوحدات بنهني حكومة الولاية والمواطنين ولاية البحر الأحمر بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وحقيقة نحن بنحيي أبطالنا المنتشرين في مداخل ومخارج الولاية في الصغور، نهنيهم بالعيد في كل المناطق المنتشرة في ولاية البحر الأحمر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في كل المداخل إذا كانت البحرية على البحر، وكل المداخل إذا كانت في البرية بين الجبال وفي المداخل والمخارج، بنحييهم جميعا بعيد الأضحى والمبارك. حقيقة نحن في شرطة ولاية البحر الأحمر بنزف التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لحكومة ولاية البحر الأحمر وكافة القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في ولاية البحر الأحمر من القوات المسلحة الشرطة الأمن ومواطني ولاية البحر الأحمر بصفة خاصة، وعاده الله علينا وعليك وعلى الجميع والبلاد تنعم بالأمن والأمان. وفي ذات السياق قدم والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركني معاش مصطفى محمد نور تهاني عيد الأضحى المبارك للمديرين العامين والإدارة الأهلية ورموز وأعيان المجتمع، وذلك بقاعة السلام بمدينة بورسودان. وأشاد الوالي بتضحية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين في الزود عن حياد الوطن، مشيرا لجملة من البرامج والمشروعات لحكومة الولاية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. حقيقة نحن في ولاية البحر الأحمر أول شيء نحمد الله ونشكره أنه ولايتنا من الولايات الآمنة في السودان، والدليل على ده أنه مواطنين كتار من ولايات كثيرة جو هنا واستقروا معانا لأنه وجدوا الأمن والاستقرار. ويا جماعة الأمن والاستقرار ده ما بيسافر، بيجي بجهد، أول شيء بنعم من الله، ثم ثانيا بجهد من إخوة في الأجهزة الأمنية والمواطنين. بحمد الله نحن في الولاية زي ما ذكرنا منذ قدومنا لهذه الولاية بعد التكليف كان همنا الأول هو الأمن، ثم الصحة، ثم التعليم، دي كان أولوياتنا في الولاية. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، والسنة الجاية إن شاء الله بلادنا أمنة وفي سلام إن شاء الله. ونحن كإدارات أهلية نأكد وقفتنا مع القوات المسلحة، ونتمنى إنه القوات المسلحة هي تنتصر، ونبارك للقوات المسلحة للنصر. نسأل الله أن يعيد للأمة الإسلامية والأمة السودانية العيد العام القادم وهم في سلام واستقرار. نحن نحيي الشعب السوداني في كل أرجاء السودان بعيد الأضحى المبارك، ونحن سعداء في اليوم عشان نلتقي بالإعلام الولاية. وحقيقة نحيي سيد الرئيس مجلس السيادة فريق أول برهان، ونحن نقول أبناء نوبة في السودان نحن مع قوة الشعب المصلى. نقول كل عام وأنتم بخير وللشعب السوداني خافة، وأيضا نرسل في هذا الثانية آيات ومباركات من هنا ولاية البحر الأحمر لأهلنا في إقليم دارفور الذين يعانون والذين يصبرون ويرابطون من هذا الحرب اللعينة الذي عمت كل البلاد. لكل الشعب السوداني ولكل الأمة الإسلامية عيد الفداء. نسأل الله أنه يعود علينا هذا العيد، والأمة السودانية والشعب السوداني كله ينعم بالأمن والأمان. حضرنا إلى هذا المكان المبارك لكي نقدم تهنئة قلبية لسعادة الوالي ولرئاسة الولاية، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الأمن والهدوء والسلام والطمأنينة للسودان وللشعب السوداني. تعهد والي غرب كردفان بالإنابة آدم كرشوم نور الدين تعهد بوضع حد للتفلتات الأمنية وحسم
قطاع الطرق وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشاد الوالي بجهود القوات المسلحة في حفظ الأمن، جاء ذلك لدى مخاطبته المصلين بميدان الحرية بمدينة الفولة عقب صلاة العيد، داعيا المكونات بمناطق البترول للمحافظة على الممتلكات العامة، مشيرا إلى مكاسب اتفاق سلام جوبا للسودان ولولاية غرب كردفان بشأن النفط. من جانبه دعا إمام وخطيب مسجد مدينة الفولة العتيق الشيخ خالد البريدو، دعا حكومة الولاية لتوفير الدعم اللازم للشباب للمساهمة في حفظ الأمن ورتق النسيج الاجتماعي، محييا القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة. المواطنون والمواطنات الأوفياء، بهذه المناسبة ندعو جميع الأطراف المتغافلة بالبلاد بالجنوح للسلام وإيقاف الحرب الذي غضب على الأخضر واليابس وشردت غالبية الشعب السوداني. وأملنا الكبير في الرفيق مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية شمال، بلعب دور أكبر في تحقيق السلام بالبلاد لما يتمتع به من حنكة ودراية في هذا المجال. نؤكد لكم بأن الحكومة قادرة على حفظ التفلتات الأمنية بالطرق الرئيسية التي أفقدتنا الكثير من الشباب. نطرحهم عليهم جميعا في هذا اليوم، ونجدد التأكيد على التعامل بحسم مع المتفلتين وقاطعي الطرق، وإن الفترة عقب العيد سيكون هنالك ترتيبات واضحة والعقاب سيكون غافيا. أكد لهم أن القوات المسلحة وحامية الفولة جاهزة، وكذلك كل انفتاحات الفرقة 22 جاهزة لدحر العدو. نطمئن المواطنين أنه يعيدوا بأمان واستقرار ويعيشوا الفرحة. اليوم يوم فرحة من ناحية دينية، يوم فرحة، فالناس تفرح بهذا اليوم بهذا العيد وتستقر، وما في أي تهديد على مدينة الفولة. كذلك تحايانا كذلك لضباطنا وضباط صفنا في حامية الفولة، ونهنيهم بعيد الأضحى المبارك ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وكذلك التهاني موصولة إلى قيادة الفرقة 22 مشاه بابنوسة الصامدين الصابرين في هذا اليوم الطيب، نهنيهم بعيد الأضحى المبارك ونقول لهم عيد مبارك عليكم، إن شاء الله منصورين ودائما منصورين. كذلك إخوتنا في هجليج والميرم ولقاوة المرابطين المفتحين هناك، فنقول لهم كل عام وأنتم بخير وربنا يحقق أمانيكم وعيد مبارك عليكم. أشاد والي ولاية كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، أشاد بدور ديوان الزكاة في رتق النسيج الاجتماعي والترابط بين كافة المجموعات السكانية بالولاية. جاء ذلك لدى زيارته مستشفى كسلة التعليمي. المستشفيات الذين قعد بهم المرض فلازموا الأسرة البيضاء من الشرائح التي تستحق المؤازرة والدعم النفسي والمعنوي. لهذا جاءت زيارة والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق لمستشفى كسل التعليمي لتقديم المعايدات للمرضى مواساة لهم وتخفيفا لما ألم بهم من آلام وأوجاع. وفي إطار برنامج فرحة العيد لأمانة زكاة في ولاية كسلة، نتشرف كثيرا ونسعد بزيارة المستشفى لتقديم هدايا العيد. وهذا البرنامج يعني هو برنامج سنوي تقوم به أمانة الزكاة في تقديم بعض المعينات والأضاحي والفرحة للمجهود الحربي وللمستشفيات في ولاية كسلة وللمحليات كلها. ديوان الزكاة على مستوى المركز والولاية كان له دور فاعل في إنجاح هذه المبادرات والزيارات، إلى جانب تقديم الدعم العيني والمادي للمرضى ونزلاء السجون. الآن نحن في ولاية كسلة ندشن برنامج العيد في ولاية كسلة، البرنامج الذي عدته زكاة ولاية كسلة. نحن بدأنا بالمستشفى، الحمد لله زرنا المرضى برفقة السيد الوالي ووزير الصحة وجمع من معنا من الإعلاميون ومن الأعيان في هذه المدينة. نفذنا برنامج المعايدة بالنسبة للفقراء والمساكين والمرضى بالمستشفيات ودور المايقومة اللي هي بحلفة جديدة اللي هي بتكلفة كلية 287 مليون. مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية كسلة دكتور علي آدم
أشار إلى القيم الاجتماعية والدينية التي تحملها مثل هذه الزيارات والدور الكبير الذي قامت به الولاية رعاية واهتماما بالقادمين إليها من الولايات المتأثرة بالحرب. لله رب العالمين، هذا هو ديننا الإسلام الحنيف. أول ما بدأنا به هو بدأ به السيد الوالي هذه المعايدة، فنسأل الله أن يتقبل من الجميع ونشكر الإخوة في ديوان الزكاة. تفقد المرضى ونزلاء السجون ومشاركتهم فرحة العيد رسالة في بريد المجتمع يبعث بها والي كسل المكلف بأن الولاية متماسكة وحكومتها تقف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء تكافلا وتراحما. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. ياسر العطا يؤكد قدرة القوات المسلحة على دحر ميليشيا التمرد الإرهابية. آدم هارون من الفاو يجدد العزم على تطهير البلاد من دنس التمرد. في اليوم الأول من أيام تشريق، الحجاج يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار. كل عام وأنتم بألف خير.